تكنولوجي. برحب بحضراتكم حلقه جديده من تكنو 9. زي ما عودناكم دايما في تكنو 9 احنا بنجيب لكم ابتكارات كتيره جدا. الابتكار اللي احنا هنتكلم عنه النهارده هو ابتكار لمصريه ابتكرت غساله اطباق صحيه وكمان موفره للطاقه. صحيه بمعنى ان انا الكيميكلز اللي انا بستخدمها او الغسول اللي هي بتستخدمه لغسل طبعا الاطباق في هذه الغساله هو خالي تماما من الكيماويات، وطبعا اكيد مش هيضر واكيد صحي بالتاكيد. هنتكلم طبعا بتفاصيل اكتر عن غساله الاطباق دي، ولكن اسمحوني ان انا ببدا دايما بتقرير بيرصد ليكم كل ما هو جديد في عالم التكنولوجي على مدار الاسبوع اللي فات من اعداد الزميل احمد صبيح. كشفت شركة كورية عن روبوت صغير على شكل كرة والذي يمكنه الدوران والمساعدة في حراسة المنزل، وكذلك يعمل كصديق للياقة البدنية، حيث أوضحت الشركة المصنعة للروبوت قدرته على متابعة مالكه والتنقل بالقرب منه. ويمكن للمستخدمين استخدام الجهاز للقيام بدوريات في منازلهم والحفاظ عليها آمنة، وبصفته مساعداً للياقة البدنية يدفع المستخدمين بلطف إلى الاستمرار في الحركة. ويمكن استخدامه أيضاً كجهاز تحكم عن بعد يساعد كبار السن على الاتصال بالأجهزة الذكية الأخرى في منازلهم وطلب المساعدة في حالات الطوارئ. وتقول الشركة إنها تريد أن يكون الروبوت أكثر بكثير من مجرد جهاز آخر بين الأجهزة المساعدة، حيث يمكن استخدامه أيضاً لالتقاط الأحداث باستخدام الكاميرا الخاصة به أو كرفيق يمكنه التواجد مع الحيوانات الأليفة في حال عدم وجود أصحابها. كشفت إحدى الشركات عن منبه جديد قادر على نشر روائح تساعد المستخدم على النوم والاستيقاظ، حيث إن المنبه الجديد مزود بأجهزة استشعار متعددة لنشر الرائحة صباحا ومساء، إذ يستخدم الرش الجافة لنشر الرائحة في غرفة المستخدم لمدة 30 يوما على التوالي. ووفق الشركة يتم وضع الكبسولة التي تضم رائحة في جزء العلوي من الجهاز، كما توجد شريحة خاصة تراقب عدد المرات التي تم خلالها استخدام الكبسولات والتي تصل حتى 30 مرة. طورت شركة صينية روبوتاً جديداً على شكل قطة والذي صمم خصيصاً للمطاعم الصينية التي تفتقر إلى عدد كاف من الجرسونات، إذ يمكن لهذا الروبوت حمل أطباق الطعام والتنقل بسهولة وتقديم الطعام للزبائن، بالإضافة إلى قدرته على التفاعل مع البشر مثل القطة الحقيقية عند مداعبة آذانها على سبيل المثال. ويمكن للروبوت التنقل حول العقبات بكل سهولة دون الاصطدام بها، كما يتميز بأربعة أرفف في وسط جسمه الذي يشبه البرج لحمل الأطباق، وبعد تحميله بوجبات الطعام من قبل زملائه من البشر يقوم الروبوت بتوصيل الطعام إلى الزبائن. ويتفاعل الروبوت مع العملاء حال تم شكره من خلال ضرب أذانه، حيث يستجيب لهم بنظرة من السرور على شاشته. كشفت اليابان النقاب عن الشعلة الرسمية التي ستستخدم في الألعاب الأولمبية الصيفية للمعاقين 2020 التي تسبق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو. ويتميز تصميم الشعلة باسطوانة مركزية مملوءة بخمس اسطوانات خارجية تهدف إلى محاكاة خمس بتلات من زهرة الكرز. وستحمل كل من الاسطوانات الخارجية الخمسة لهبا يمتزج معا في الجزء العلوي من الشعلة، وستحصل الاسطوانة المركزية على لهب أزرق ثان مصنوع من خليط أكسجين أعلى يسمح لها بمقاومة الطقس القاسي. ووفقا للتقارير الصحفية فإن الشعلة ستكون قادرة على تحمل رياح تصل سرعتها إلى 38 ميلا في الساعة وسقوط أمطار يصل إلى بوصتين في الساعة،
وأجرى الفريق المصنع للشعلة اختبارات نهائية في ملعب داخلي للبيسبول مزود بأجهزة المطر والرياح، وسيبدأ تتابع الشعلة الأولمبية في 26 من مارس عام 2020 في محافظة فوكوشيما، ويستمر لمدة 121 يوماً. تحالفت كل من فيسبوك وجوجل وتويتر لوقف المعلومات الخاطئة حول انتشار فيروس كورونا عبر الإنترنت، إذ انتشرت الكثير من البيانات الخاطئة بشكل جنوني على موقع تويتر، بما في ذلك الإدعاءات بأن هذا الفيروس القاتل يمكن علاجه بزيت الأوريغانو، بينما وصفه أشخاص آخرون بأنه مرض بدائي. لذا تكافح شركات تكنولوجيا في سيليكون فالي لمنع انتشار هذه الادعاءات لتجنب الهستيريا الجماعية. وقالت فيسبوك إنها تعمل مع المنظمات الصحية العالمية والإقليمية لتقديم الدعم والمساعدة، فيما يحاول تويتر أيضا توجيه المستخدمين بعيدا عن المشاركات الهائلة التي يمكن أن تهدد سلامة الأشخاص وتوجيههم نحو المصادر المشروعة. وقال يوتيوب المملوك لشركة جوجل إن الخوارزمية الخاصة به أيضا تضع الأولوية للمصادر أكثر موثوقية. تداولت وسائل التواصل الاجتماعي لقطات لتوظيف الصين روبوتات تقدم الطعام للأشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي بإحدى الفنادق لمحاولة وقف انتشار فيروس كورونا، وذلك في مدينة ووهان الصينية كإجراء وقائي لمنع انتقال العدوى. ووفقا لتقارير صحفية، فقد تمت برمجة الروبوتات لتتوقف عند أبواب الغرف لتقديم الوجبات والقيام بالغناء للترفيه أثناء وجودهم في منطقة الحجر الصحي لاحتواء المرض الفتاك. وأضافت التقارير أن الروبوتات ترحب بالأشخاص المحتجزة وتتلقى متطلباتهم واقتراحاتهم من خلال تطبيق مراسلة. تفاجأ عدد كبير من مستخدمي واتساب المملوك لفيسبوك برسالة سوداء عند فتحه تقول إن التطبيق لا يدعم هذا الهاتف وتنصح بالانتقال لهاتف آخر. وانتقد عدد من المستخدمين طريقة واتساب بإجبار المستخدمين على شراء هواتف جديدة وإيقاف التطبيق على الهواتف القديمة التي لا يزال يستخدمها الملايين حول العالم. ولن يعمل تطبيق الترسل الفوري الشهير مع الهواتف التي تعمل بإصدارات قديمة من أنظمة التشغيل في هواتف أبل وأندرويد. وبالنسبة لهواتف أبل، فإن واتساب توقف عن العمل في أي جهاز يدعم الإصدار 8 من iOS وما قبله. أما الهواتف العاملة بنظام التشغيل أندرويد، فإن التوقف واتساب سيشمل الأجهزة العاملة بإصدار أقدم من 403 الذي طرح عام 2011 ويعرف باسم آيس كريم ساندويتش. زي ما تابعنا مع حضراتكم في هذا التقرير ان في مشكله عالميه في واتساب، في ناس كتير جت تفتح واتساب لقت رساله سوداء، لقت ان هي ما ينفعش تستخدم واتساب لان الهاتف التطبيق لا يدعم هذا الهاتف، واضطروا ان هم كمان يغيروا الموبايل. طبعا الناس استاءت جدا لان هي حست ان واتساب بيجبرهم ان هم يغيروا الموبايل بتاعهم، لان زي ما احنا لسه شايفين في التقرير نظام التشغيل لهذا الموبايل قديم شويه، فبالتالي واتساب ما بيشتغلش على هذا الموبايل. تعالوا نعرف تفاصيل اكتر عن المشكله دي مع محمد عادل وهو مدون تقني، الحديث عن هذه المشكله الكبيره طبعا اللي كانت قابلت كتير قوي او ملايين من الناس. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير عليك وعلى مشاهدينك الكرام. استاذ محمد، قول لي تفاصيل اكتر عن المشكله دي وازاي نتعامل معاها لو جت رساله زي دي للناس. مبدئيا هو يعني عشان بس الساده المشاهدين يكون الموضوع واضح بالنسبه لهم، واتساب اكيد اكيد مليون في الميه يعني المستخدم بالنسبه له هو رقم واحد. أكيد. وبالتالي لما بياخد خطوه زي دي وبيحذر، فهو بيحاول ان هو يحافظ على المستخدمين ويقدم افضل خدماته بافضل شكل ممكن وافضل تجربه. ليه واتساب بيتوقف على اجهزه ابل الاقدم يعني اللي شغاله باي او اس 8 او اقدم من كده، واندرويد 2.3.7 او اقدم من كده؟ لان واتساب زي اي خدمه على الانترنت
بيشتغل عن طريق السيرفرات او عن طريق الخوادم المنتشره في جميع انحاء العالم. فهو بيحاول ان هو يقلل الضغط من اللي بتستهلكه الموبايلات اللي شغاله باصدارات انظمه تشغيل قديمه، وخصوصا كمان ان هي بيكون فيها ثغرات كتير بسبب وقف الدعم الشركات المطوره ليها من ابل او جوجل في اي او اس او اندرويد، فما بيكونش فيه درجه الحمايه الكافيه للمستخدم. وكمان تجربه المستخدم مع واتساب على الموبايلات دي بيكون وحشه جدا او سيئه جدا. عشان كده واتساب بيحاول دايما ان هو يكون شغال على احدث الاصدارات المتاحه في ايد الناس، وبالتالي هو بيلزم المستخدمين دلوقتي اي او اس 9 اقل حاجه واحدث من كده او 2.4 واحدث من كده. هل كان في مثلا رساله من واتساب حذرت الدايس الاول ولا على طول قطعوا خدمه الواتساب عنهم؟ لا طبعا، يعني احنا بنتكلم في شهرين، من شهر 12 تقريبا واتساب بدا يظهر للناس وبدا تقارير تنشرها الصحف الاجنبيه وكمان وسائل اعلام عربيه اتكلمت في الموضوع ده، كانت بتقول انه واتساب هيتوقف بدايه من اول شهر فبراير 2020 على جميع الاجهزه العامله بالاصدارات انظمه التشغيل القديمه، بحيث ان المستخدمين يعني خلينا نقول على الاقل كل واحد بيكون معايا موبايل او اثنين، ويعني واحد فيهم على الاقل هيكون بيقدر ان هو يشغل احدث اصدارات انظمه التشغيل. حاجه كمان، في ناس بتهمل فكره ان هي تعمل ابديت للموبايل بتاعها، مش ابديت للموبايل ان هو يشتري موبايل جديد، لا انا بتكلم على ابديت للسيستم بتاع الموبايل، فهو بيكسل اصلا ان هو ينزل احدث الاصدار لنظام التشغيل. فممكن يكون يعني الشاشه السوداء دي هو بس بيذكره ان انت موبايلك مش قديم، ولكن انت محتاج تعمل ابديت للاوبريتنج سيستم او نظام التشغيل بتاع جهازك، بحيث ان انت تقدر تاخد افضل خدمه وافضل، يعني مش شرط ان الناس تغير موبايلاتها كلها، يعني مجرد بس اللي هو السيستم اللي على الموبايل مش اكتر. بالظبط، لان هو خلينا نقول يعني هو لو الموبايل بيسمح او يعني يقدر ان هو يشغل نظام تشغيل جديد فخلاص ده كافي، ولكن في موبايلات طبعا ما تقدرش ان هي تشغل انظمه تشغيل جديده، يعني مثلا اي او اس او يعني شركات زي ابل بتوقف يعني او بتحصر اصداراتها الجديده من نظام تشغيل اي او اس على كل الاجهزه الجديده عند حد معين، فالاجهزه الاقدم من كده ما بتقدرش تشغل الاصدارات الجديده من الاي او اس. عشان كده بيكون في الوقت ده ما فيش خيار تاني قدام المستخدم غير انه يجدد موبايله ويشتري موبايل جديد. طب بالنسبه للناس اللي هتغير الموبايل بتاعها، المسجز بتاعتها او الرسائل بتحفظ تاني على الواتساب لما يجوا ينزلوا الواتساب مره اخرى ولا كلها بتتمسح؟ هو يعني ده بقى بيكون حظ شوية بسبب بسيط جدا، بعض المستخدمين ما بيكونش فاتح ميزة عمل الباك اب او النسخة الاحتياطية من البيانات بشكل تلقائي، وبالتالي هو لو ما كانش مشغل الميزة دي قبل ما يتم الوقف فمش هيقدر يوصل للداتا بتاعته تاني، لكن هو لو كان فعلا مشغلها قبلها بوقت كافي ان هي بحيث ان هي تحصل بشكل دوري يوميا، فكل المسجات بتاعته لحد اخر حاجه هتكون متاحه معايا حتى لو نقل على جهاز تاني. يعني الحاجه اللي نقولها للناس دلوقتي ان هم يعملوا ابديت للسيستم بتاعهم، او لو مش هينفع ابديت يضطروا ان هم يغيروا لو لقى ان هو لسه برضو الجهاز بتاعه مش بيدعم الاصدارات الجديده من انظمه التشغيل هيضطر، يعني معلش هنحتاج ان احنا نشتري موبايل جديد عشان نقدر نكمل الاستمتاع بخدمه واتساب. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ محمد عادل المدون التقني. هروح مع حضراتكم دلوقتي الفاصل قصير ونروح لفقره ثانيه في تكنو نايل، خليكم معنا. خلينا نروح دلوقتي لتقرير. في شركة تونسية ناشئة طورت جهاز ذكي، هذا الجهاز اسمه سمارت بي لمساعدة مربين النحل على تتبع الخلايا وأيضا تقليل الفقد والخسائر، وذلك عبر إرسال الرسائل على هواتفهم المحمولة. نعرف تفاصيل أكتر وهنرجع مع حضراتكم لفقرتنا عبر سكايب وهنتكلم فيها طبعا عن نفس الموضوع، خليكم معنا. في محاولة للحفاظ على النحل الذي يعتبر أحد أهم أنواع الحشرات النافعة للحياة البشرية على الأرض، طورت شركة تونسية ناشئة أداة ذكية لمساعدة المربين على تتبع الخلايا وتقليل الفقد والخسائر.
ويقوم جهاز سمارت بي الذي طورته إحدى الشركات التكنولوجية بتتبع مؤشرات مثل درجة الحرارة والرطوبة وجودة الطنين وتنبيه المربين في الوقت الفعلي لأي مشكلة. ويقول المزارعون إن السرقة وتغير المناخ وانهيار خلايا النحل من أخطر المشكلات التي يواجهها المربون. وقالت مربية النحل يسر قبوبي إنها واجهت العديد من المشكلات عند تربيتها للنحل. خلال تجربتي هذه تعرضت برشا مشاكل، من أهمها هي سرقة بيوت النحل والتغيرات المناخية اللي أدت إلى انهيار الخلايا بارتفاع وانخفاض درجات الحرارة والرطوبة بشكل مفاجئ. من جهته يقول خالد بشوشة مدير عام شركة التكنولوجيا التي ابتكرت جهاز سمارت بي أن قطاع تربية النحل يواجه الكثير من المشاكل الخارجية. اللي حاولنا نعمله نحن كشركة هو تطوير جهاز يعاون الفلاح على تطوير مردوديته والكفاءة متاعه عن طريق استشعار مؤشرات ولا بوادر المشاكل اللي تنجم تقع في الخلية. الجهاز هذا هو سمارت بي، يتحط في وسط الخلية، يعطينا معلومات دقيقة عن حالة الخلية، فهو وقتها بإمكانه ياخذ القرارات في سرعة قياسية ويتفادى عدة مشاكل، وكل المعلومات هذه تجي عن طريق الهاتف الجوال متاعه وإلا عن طريق الرسائل القصيرة. ومن خلال أجهزة استشعار وأجهزة إرسال ينبه الجهاز المربين عبر الرسائل على هواتفهم المحمولة. واستلهم خالد بشوش الفكرة لصنع الجهاز بعد أن فقد والده وهو مربي نحل عددا من الخلايا في موجة حر عام 2011. قطاع تربية النحل بيواجه مشاكل كتيرة جدا، سواء كانت مشاكل خارجية متعلقة بالتغير المناخي أو كانت مشاكل داخلية. خالد بشوشة ابتكر جهاز لمساعدة المربي على تحسين الفعالية من حيث التكلفة وأيضا الكفاءة، وده من خلال استشعار وأيضا جمع المعلومات ورصد المشاكل اللي بتحدث في الخلية. الجهاز ده اسمه سمارت بي. سمارت بي تقدر تحطه جوه الخلية، هيجمع لك معلومات دقيقة جدا عن خلية النحل. وعبر سكايب من تونس مشرفنا خالد بوشوشة، مساء الخير عليك صاحب هذا الابتكار. مساء الخير، شرفني الحضور معكم. خالد اسمح لي أتعرف عليك في البداية قبل ما أتكلم على سمارت بي. أنا خالد مهندس، مهندس إلكترونيك. ففكرة المشروع جاتني لما كنت أدرس الهندسة في عام ما بين عام 2010 و 2011. الوالد هو أستاذ رياضيات وواجه بعض المشاكل في الصيف هذيك، فكنت بسيطة فكرتي أنه نساعد السيد الوالد عن طريق ابتكار جهاز يقوم بقياس بعض المؤشرات الخلية ويعلمه بالمشاكل اللي يجب يواجهها. خالد أقول لي أنت ليه اخترت بالضبط مجال تربية النحل؟ والله أنا اخترت مجال تربية النحل لسببين اثنين. السبب الأول هو أنه ما فيش تكنولوجيا متوفرة لمربي النحل، فمربي النحل قاعد يواجه في عدة مشاكل، لكن التكنولوجيا غير متوفرة في العالم العربي ولا حتى في إفريقيا، والتكنولوجيا المتوفرة في أوروبا ولا في أمريكا تكنولوجيا غالية ضاهرة ثمن بشكل كبير جدا، فما يقدرش مربي النحل أنه يستعمل تلك التكنولوجيا. فأنا حبيت نطور تكنولوجيا أنه أي مربي نحل يكون قادر على استعمالها. هذا سبب الأول. والسبب الثاني هو بصراحة النحل معناتها مهم جدا في السلسلة الغذائية للإنسان، ولازم بعض الشباب اللي يركزوا وينجموا يطوروا حلول أنها تنجم تساهم في فهم النحلة بشكل أفضل وفي المساهمة في الحفاظ عليها. فكان هذوم الأسباب الرئيسيين اللي خلوني نركز على هذا المشروع ونجيب له ونحاول نقنع به المستثمرين وتبدأ الرحلة معنا. هي فكرة جميلة قوي يا خالد. طب قول لي سمارت بي بيشتغل ازاي؟ يعني أنا ازاي بحط سمارت بي جوه الخلية ويجمع لي كل المعلومات اللي أنا محتاجة أعرفها عن الخلية دي؟ سؤال جيد جدا. هو الجهاز هذا سمارت بي هو يتحط داخل الخلية تحت البراويز بتاع العسل. نحن لما بدينا نفكروا في صناعة الجهاز فكانت متطلبات النحالين مراقبين النحل مختلفة من بلد إلى بلد، من مكان إلى مكان. فمثلا فما بعض النحالين حاشتهم بالجي بي اس عشان يقدروا أنهم يواجهوا مشاكل السرقة اللي هي النصف المتفشي جدا للأسف في العالم العربي في إفريقيا وحتى حاليا في أوروبا وحتى في أمريكا، ما عندها مشكلة سرقة النحل. بعض المربين الآخرين عندهم النص الآخر اللي يمثل مثلا في موت الخلايا في الشتاء، لكن فما يكون المناطق اللي فيها تكون شتاء بارد،
فلازم هنا نجم نكون قادرين على صنع جهاز فيه مستشعر على قياس درجة الرطوبة والحرارة إلى آخره. ففكرتنا أنه نجمع كل هذه المؤشرات في جهاز واحد قابل أنه يوضع داخل الخلية في بطارية قابلة للشحن مرة في السنة، يمكن من 8 أشهر لمرة في السنة تشحن مرة فقط، في مستشعر حرارة رطوبة داخلي، في صوت الخلية، مستشعر صوت الخلية، في جي بي اس، فيها لاقة هوائية إذا كان في مشكل. نجم زادة نضيفوا مثلا وزن ميزان الخلية حتى نقيسوا وزن الخلية، مهم جدا في فترة الإنتاج. نجم نزيدوا ملف الحرارة والرطوبة للحضنة اللي هما يرقات النحل اللي هو مهم جدا، وزاد أكثر من ذلك حتى فتح الخلية، معناتها نحن نجف بفتح الخلية لمعرفة إذا كان تم فتح الخلية، سرقة براويز العسل، وإلا حتى كم من مرة يزور فيها مربي النحل الخلية بتاعه، كل هذه المعلومات. فنحن نحاول يكون عندنا فكرة على الخلية في حد ذاتها، وعلى مربي النحل، وعلى المكان اللي موضوعة فيه الخلية هذه. طب قول لي يا خالد، الأجزاء بتاعة الجهاز ده هل هي مكلفة؟ يعني لو هنعمل منها عدد كبير هل هي مكلفة ولا مش مكلفة تماما؟ هو ديبانس شو معناها مكلفة؟ هي مثلا في تونس نحن الخلية بتاعنا في تونس في حوالي 200 دينار، معناتها في حوالي 50 دولار حاجه هكا. معناتها الجهاز هذايا هو المطلوب من مربي النحل، مو كل خليه يحط لها فيها جهاز، لا، هو الهدف من الجهاز هذايا وضعه في بعض الخلايا علشان مربي النحل يكون فكره على المنحل بصفه عامه. نعطيكم مثال، اذا كان مربي النحل مثلا عنده 30 خليه نحل، ماهوش المفروض عليه انه يحط في كل خليه هذا الجهاز، لا، ينجم يحط مثلا في اربعه خلايا، خمسه خلايا، فيكون بالتمثيليه. مثلا انا انصح مربي النحل يحط في خليه ضعيفه، يحط في خليه قويه، يحط في خليه متوسطه، معناتها ياخذ الخلايا تمثل ذاتيه الخلايا علشان ينجم يقدر يكون لمحه على كل المنحل نتاعو. فهذا هو معناتها الجهاز هذايا في سعر معناتها السعر الكلفة اللي نحكيو على الكميات الكبيرة يوصل حوالي 40 دولار. معناها أنت إذا كان ب 40 دولار قادر أنك تحمي الخلية نتاعك من السرقة وتتنبأ على المشاكل اللي فيها وتكون عندك فكرة على الخلية المجاورة للخلية هذيك، فهو شيء جيد جدا. معناها هو حلو جدا، لأن أنا كنت فاكرة إن في كل خلية هنحط جهاز من ده، فطبعا لا الموضوع لا كان لا ممكن لا يبقى لا مكلف بالطريقة دي، ولكن ده مش بيحصل طبعا. صح 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 صح، ماهوش كل جهاز في كل خلية، هو يعمل سامبلينج، معناتها نحطوا بعض الاجهزه لفهم المنحل بصفه عامه، وكل ما يزيد العدد الاجهزه اوف كورس يزيد الفهم احسن واكثر، لكن ماهوش مطالب انه من اليوم الاول يحط خلايا الكل يجهزها بالاجهزه. نحن مثلا في تونس عندنا ولا في الجزائر عندنا مشكله السرقه بشكل كبير، فعاده مربي النحل شنو يعمل؟ يحط هذه الاجهزه في الاطراف، في اطراف المنحل وفي وسط المنحل، وهي هذا الجهاز لما يتحط في نص الخلية ما يدراش بالعين المجردة، لازم تفتح الخلية وتشيل البراويز وكل شيء. فعادة السارق ما يتحطمش بالجهاز هذية، ونجم تتبع الخلية بتاعك في حال أول ما تتحرك الخلية يتم إنذارك بشكل معناتها فوري، وتبدأ عملية التتبع والتراكنج جي بي اس. طب خالد قولي، أنت وصلت كده للشكل النهائي اللي أنت عايزه لسمارت بي، ولا حابب أن أنت تطور فيه أكتر؟ هو ديما صرنا مجال للتطوير اكثر، لكن الحكمه وين في شركه ناشئه انها المنتوج نتاعها تعرف وين تقف وقت التطوير، معناتها تعرف وقت شنو تعطي البرودكت للكاستمرز نتاعها لحرفائها، ما تختصش كثيرا في البحث العلمي وكل شيء. نحن حاليا عملنا البرودكت هذايا تو نحن شغالين 2016، جينا في الانتاج، معناتها اليوم هذا اخر جهاز توصلنا له، ان شاء الله في المستقبل يكون اكثر تطوير، لكن مش في الهاردوير، يمكن يكون اكثر تطوير في البرمجيات اللي هي في قلب هذا الجهاز. نعطيك مثال، كيف يمكن انه نعطي توقعات لمربي النحل على مده شهر او شهرين؟ هذا هو التحدي الاكبر اللي نحن شغالين عليه، مش شغالين فقط انه تحذيره اذا كان فما حراره او رطوبه او سرقه او ما الى اخره. فهو الهدف من هذا المشروع الكل انه مربي النحل يزور المنحل نتاعه اقل ما يمكن، يصرف نقود اقل ما يمكن، وتكون عنده احسن كفاءه، احسن مردوديه، معناتها بكثير من التوقعات اللي نحن بنعطيه له. فهذا تمام يا خالد، حاليا نحن مركزين عليه. خالد بوشوشه من تونس، بشكرك شكرا جزيلا طبعا على هذا الابتكار. شكرا.
ربي يخليكم، اشكركم على الدعوه. نروح مع حضراتكم الفاصل قصير ونرجع نبتدي فقرتنا الرئيسيه في تكنونايل، خليكم معنا. راندا حسن مصريه ابتكرت غساله اطباق فول اوتوماتيك. طبعا غساله الاطباق دي صحيه موفره وايضا امنه. نتكلم بشكل اكتر عن هذا الابتكار مع راندا حسن اللي مشرفاني هنا في الاستوديو. مساء الخير عليك يا راندا. مساء النور راندا. قولي لي ايه الفرق ما بين غساله الاطباق دي واي غساله اطباق تانية موجوده في السوق؟ ايه المميزات في الغساله دي؟ عشان اتكلم واقول ايه الفرق لازم الاول خالص اتكلم على الغساله الاوتوماتيك بتاعه الاطباق اللي هي موجوده حاليا في الاسواق. الغساله دي فيها عيوب طبعا، ما حدش يعني يعرف ان فيها عيوب الا لما يكون حد مبتكر بيفكر في عيوب كل حاجه بتبقى موجوده، بيفكر في عيوبها، بيحاول هو يطور طبعا ويعمل العيب ده لحاجه ثانيه، حاجه يعني ايجابيه ويخترع فيها. الغساله بتغسل الوقت اقل تايم للوقت بتاعها 35 دقيقه اقل حاجه، طبعا بتزيد بقى ساعه وشويه وكده. الحاجه الثانيه ان هي بتستخدم مسحوق اوتوماتيك غالي جدا. وكمان اثبت الدراسه ان المساحيق الكيماويه بتسبب الامراض الخطيره، من اهمها الكانسر. حاجه كمان ان هي بتاخد وقت طويل، فلو خدت وقت طويل يبقى الفاتوره بتاعه الكهرباء بتجيلي عاليه جدا. وكمان هي يعني انا بفتح الغساله كده، ست البيت او اللي هتعملها المستخدم هيوطي ويرصص الحاجه، هتبقى يعني حاجه شقه شويه. وكمان ثمنها غالي. انت طبعا جمعتي كل العيوب دي وقلتي انا عايزه عيب احاول ان انا احوله بقى ميزه. هي موجوده عندي الغساله دي اوريدي موجوده عندي، انا دلوقتي بستخدمها كخزين للاطباق. فانا قلت انا عايزه حاجه يعني تبقى صحيه وامنه والوقت يبقى فيها قليل جدا، و حاجه ست البيت تستخدمها كل يعني مش مره واحده في اليوم، لا ممكن تستخدمها مع كل وجبه، يعني كل ما يبقى فيه شويه اطباق تاخدهم وتحطهم مش هتتكلف حاجه. ما تقولش بقى انا هجمع اخر اليوم علشان توفير للطاقه او حاجه، تستخدمها براحتك. اولا الغساله بتاعتي هي مش غساله واحده، هي غسالتين. غسالتين. الغساله الاولى غساله نص اوتوماتيك، غساله اطباق نص اوتوماتيك، مكونه من جزئين. الجزء الاول عباره عن حوض في سلة بحط فيها الاطباق، برص فيها الاطباق وارصص فيها الكاسات والمعالق. وبحط المسحوق اللي انا مخترعاه، يعني في مسحوق من مواد طبيعية انا عملته وموجود في كل يعني في كل اعتقد في كل بيت يعني، ورخيص جدا. حاجة كمان
انا موفراها، بدل لما اشغل الهيتر السخان بتاع الغساله انا ممكن اجيب الميه السخنه من مصدر خارجي. ده بقلل الوقت جدا. هحط المسحوق، هرصص الاطباق واحط المسحوق واحط الميه من مصدر خارجي، او انا عايزه اشغل الهيتر اشغله. الجزء اللي تحت الحوض ده بعجل، بيبقى فيه طبعا سر الاختراع بتاعي، وفي رشاش بمسكه وبستعمل بقى بغسل الحاجة بإيدي بيدوي. بدوس على زر المية السخنة بالمسحوق بغسل بيها الاطباق قدام عيني، انا شايفة الاطباق قدامي والحاجة قدامي بغسلها. ادوس على الزر التاني اشطف الحاجة، طبعا بتشطف وبتتطهر الحاجة بتتطهر. دي حاجة. في حاجة بقى الأهم اللي هي ما بتغسلهاش أصلا الغسالة الأوتوماتيك، هي الحلل والصواني، أدوات الطبخ الكبيرة بقى. أدوات الطبخ الكبيرة بيبت الحجم. فأنا بعد ما بخلص الغسيل باخد السلة دي بحطها على جنب، وفي قدامي الحوض بتاع الجزء اللي أنا حطاه. الحوض بتاع الاختراع، مش الحوض الموجود. بحط فيه بقى الحله الحاجات اللي هي الكبيره، بغسلها بنفس الطريقه وبشطفها واطهرها. انت بتقولي انت بتغسليها مانيوال؟ مانيوال. في رش ان انا اعمل حاجه مش مانيوال، ولا كله بيبقى مانيوال؟ ما حضرتك مانيوال. هم غسالتين مش غساله واحده. انا عامله غسالتين، دي غساله واحده مانيوال، عامله المانيوال هتبقى طبعا ارخص، وتبقى اعتقد باذن الله انها هتبقى متداوله، لان يعني احنا عايزين نستغنى عن السفنجه بتاعه الاطباق، لان دي بتبقى مليانه كميه بكتيريا رهيبه. هي متعدده الاغراض. في جزء تاني اللي هو تحت الحوض. انا باخد الجزء التاني ده بفصله اصلا على الجزء اللي فوق، باخده معايا مثلا لو عايزه اغسل بيه الحوائط، اغسل بيه التواليت، بغسل الحاجه، احط بقى ايه المواد الكيماويه اللي انا اي مواد بقى، ما انا هغسل بقى الحيطه والارض والكلام ده. فمش براحتي، مش محتاجه فبغسل الحاجه بنفس الطريقه، والحاجه والتواليت بيتطهر، بيبقى طاهر. دي الغساله النص اوتوماتيك اللي انا عاملاها. تمام. عملت غساله تانية، غساله اوتوماتيك. دي بقى من فوق، بفتحها من فوق لسهوله الاستخدام، مش بفتح زي الغسالات التانية من جنب كده. هتقلي فيه وفي الغسالات التانية؟ مفيش خالص فتح من فوق. لا، دي غساله الملابس هي اللي معموله. اوكي. فانا خدتها من فكره غساله الملابس اللي هي يعني متداوله دلوقتي. برضو نفس الكلام، برصص فيها الاطباق وبحط فيها المسحوق بتاعي، ولو حابه برضو احط الميه السخنه من عند مصدر خارجي، او انا لو عاوزه اشغلها الهيتر بتاع الغساله، في عندي تاتش ابرمج الغساله على الوقت اللي انا عايزاه، واقصى وقت 10 دقائق. 10 دقايق طبعا موفرة للوقت جدا موفرة الكهرباء. ولو انا خدت المية من بره اللي هي السخنة 3 دقايق بالكتير قوي 5 دقايق. دي حاجة. برضو نفس الكلام، انا الغسالة نفسها فيها من الجنب برضو نفس الكلام رشاش، عشان برضو اغسل بيها الحلل بنفس الطريقة اللي هي برضو ما بتغسلهاش الغسالات الاوتوماتيك اللي موجوده في الاسواق. طب قولي لي، انت عملتي نموذج لده وخلاص، ولا قدرتوا ان انتوا تعملوا اكتر من واحده؟ انا عملت نموذج بروتوتايب، عرضته في المعرض اكاديميه البحث العلمي، المعرض الابتكار السادس. لقى نجاح وقبول الحمد لله كبير جدا. حتى الهيئه العربيه للتصنيع لفت نظرهم يعني الغساله وشكلها، فاعجبوا بيها. فانا رحت لهم، هم طلبوني ان انا اروح وكده، رحت لهم بالفعل. فباذن الله يبقى بس في عايزين بس ايه كدعم، لان الحاجه محتاجه اهي. احنا بدانا هم نحطها للناس تشوفها برضو. يعني واحده بقى دي الاوتوماتيك. لا اوتوماتيك بس. دي اوتوماتيك. اوكي. دي الاوتوماتيك.
احنا حطينا بس الاستيكر ده، دي اللي احنا شايفين دي اللي بتتفتح من فوق. بتتفتح من فوق، وفي تاتش اهوت للوقت البروجرام بتاعها. وفي من الجنب بس مش باينه الرشاش اللي انا هاخده، هفتح الغساله، وبرده نفس الكلام فيها سله هطلع الاطباق والحاجه اللي اتغسلت احط فيها برده الحلل والحاجات اللي هي الكبيره اغسلها في الغساله. حجمها قد ايه تقريبا؟ هي حضرتك ده بروتوتايب، يعني انا عاملاه نموذج صغير. انا طب المفروض الحاجه يعني اعملها اكبر. بس ده نموذج او احجام. احجام هيتعمل احجام مش حجم واحد. تمام. بصراحة فكرة جميلة قوي يعني، ورخيصة جدا بالنسبة لأي. بصي يعني هي فيها كل حاجة، يعني انت من ناحية الموفرة هي موفرة، من ناحية ان انت للوقت كمان مش مجرد بس للطاقة، ففيها بصراحة كل حاجة. انا بتمنى لك طبعا كل التوفيق، وبتمنى ان انا اشوفها في السوق، وعايزة واحدة بقى الكل بيطلبها على فكرة لان حاجة فعلا جميلة جدا. لا مش وحتة كمان هي تقدري تحطي فيها مسحوق خالي من الكيماويات كمان. مش بس الست البيت هي اللي هتحتاج الغسالة. المطاعم والفنادق هتحتاجها. لان انا عرضت ده بالفعل على محلات مطاعم، وعرضت برضو على فنادق وكده، محتاجينها. فان شاء الله ربنا يسهل وحد يتولى الموضوع ان شاء الله. يا رندا بشكرك شكرا جزيلا. رندا حسن المبتكره المصريه على طبعا هذا الابتكار، واتمنى لك المزيد من التوفيق. متشكره جدا. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، بشكركم على متابعه هذه الحلقه من تكنو نايل. استنوا ان شاء الله الاسبوع الجاي وابتكار اخر، خليكم معانا.